أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم المائدة الصحراوية. اليوم إن شاء الله نتباركوا مع تحضير طبق اللي هو متكون من طبقين، عندنا الكويس ديال الكنار وفي نفس الوقت عندنا تيرين ديال ليغين. بالنسبة للزانغريديو اللي تخصني، الكويس ديال الكنار اثنين، عندي هما لي شامبينيون اللي يحتاج هما لي الكراميل السعيدة، اللي يحتاج العسل، ثوم اللي يحتاج هما لي كذلك السكنجبير، عندي الماء في نفس الوقت لا كريم سائله والبصل والثوم. بالنسبه للبصل قبلنا ذاك البصل الصغير كيف لي زيشالوط، وعندي اللوبيا الحمراء اللي نخلطها ملي معاه. نفس الوقت عندي البلا الثاني اللي هو متكون من تيرين ديال ليغيم، قبلنا خضره مسلوقه سلقناها البطاطا هي والكاروت والنافي اللي هو اللفت، وعندي كورجيت هادو كاملين سلقناهم نص تقريبا طيبه باش عقب ذاك يتخلطوا مع الحشوه كامله. بالنسبه للبولي قبلنا قطعناه الفيلي ديالو قطعناه تقطع صغير، وعندي الزبده مولي اللي يحتاج الفلفله الصفراء والحمراء والخضراء، اللي يحتاج مولي لي زيبيس الابزار والملح. طيب الحاله نخدم بزيت الزيتون وزيت المائده. اول شيء نبداو بالطبق الاول اللي هو الكويس ديال الكنار. بسم الله نحاولوا نقصوا تحته النار، نسيوه هي الاولى وعقب ذاك باش نتباركوا مع تحضير الطبق الثاني. بالنسبه للكنار يعني دائما اغلبيه ديال الحال يمشي دائما يعني لاصوص ديالو تمشي معسله، هون اللي نتباركوا مع نسيوه هي الاولى ونفهم اللي نقطعوا الشامبينيون وعقب ذاك اللي نمرقوه ان شاء الله بلا كريم سائله، واللي تشوفوا ذا كامل ان شاء الله معانا في هاي الحلقه. ناخذوا لابوال، بالنسبه لهاي يعني مقلاه كبيره اللي نخدموا بها وفي نفس الوقت اللي نديروها في الفران. نديروا زيت المائده وزيت الزيتون كاملين اللي نديرهم الاثنين، لانه هو اللي يطيب هي الاولى هون وعقب ذاك اللي نطيبوه يكمل طيابه في الفران. خاصو ضروري من شوي من لا ماتير كاس كثر منها شوي، وعقب ذاك نديروا معاه المكونات الثانيه وفي نفس الوقت نديروا معاه لي زيبيس باش تنسمو وتعطينا لو كولي ندور. هون العسل، عندي العسل وعندي في نفس الوقت كريم اللي هي كريم كراميل. بالنسبه للثوم نحاول نقطعها ونخليها ذنب ذي السيفه، يعني ماني ننقيها خليها تنقل معاه. هاو كيف شفتوا معنا يعني البصله ما قبضناها وقطعناها تقطع صغير خليناها بذي السيفه كبيره شوي. بسم الله نخلوه كيف تهاك يتريدوا شوي. بالنسبه للشامبيون لينا قبضوه نقطعوه حتى هو تقطع ايمانسي باش نتحكموا فيه مولين، خلوه استطول شوي باش يتسيح حتى هو مع هذا الكنار. خلوه ينقلى معاه شوي وعقب ذاك لين تمو المرقو شوي بشوي، يعني نقطعوا هذا وحده ونخلو ذا كامل ينقلى ويشحر شوي. طيب الحال اللي ندير معاه شوي ملح على بزار، وعقب ذاك ني نشوف لاصوص يعني عاد قليلة نحاول نزيدهم اللي شوي من الزبدة. البزار البصل اللي عندي هون يعني ماني نقطعو نخليه بذي السيفة. هون نحركو الشامبينيون، وبالنسبة للكنار يعني الكويس ديالو نخلوه ينقلب شوي بشوي. نزيدو شوي من الثوم شوي من السكنجبير، عندي هون الثوم منقي
يحتاجوا هكذا في البلا الثاني. ندير شويه مسكنجبير محكوك حتى هو في نفس الوقت اللي نخليه باش نخدم به. بالنسبه لهي كيف يعني هاي المقلات كيف المول ديال الكراتان يعني يشتغل به هون وفي نفس الوقت يعني قد دخل الفران. خلوه تنبت باش كل ساعه تمو نقلبوه على زريانو السيفه وضرك اللي نديرو معاه شوي من البصله تنقله معاه شوي والثاني نخليه باش تمشي معاه في التالي. حاولوا نقلبوه الزر الثاني للسيفة عند منين نقلبوه لنزيدوا شوي من الزبدة ومن الفم لنمرقوه بالماء ولا كريم السائلة. نضربوا تقريبا قدر كتشارة كبيرة من الزبدة. هاي الزبدة هما اللي مسكت لي نخدم بها على حساب لاتيري يعني ضروري ندهنوا به المول نسيوها كيف تاك. البصل مولي حتى هو يتخلط معاه المكونات كامله. كيف قلنا غالبا هذا الكنار يمشي دائما كونفي. نقدم مولي مارشي مع غارنيتير مارو الابيض منين نسلقوا نقد نخطيه مولي في هاي لاصوص وعقب ذاك نمشي مع غارنيتير. نرجع مولي نقلبوا على زر الاول كيف تاك ونخليه شوي درك لين نقدو الفران على جهه الفوقانيه والتحتانيه وفي نفس الوقت 180 درجه وخلوه يحمى من بين ما نمرق وحنا يعني هذا الكونفي. نزيدوا الماء لنحركوهم مولي خلوا يشرب شوي من هاي لاصوص ولا المرق. مباشرة عقب منين نديروا لاكريم السائلة لنزيدوها العسل والكراميل السائل. حاولوا نستوى مذنبت باش الى عندنا نصبوا فيه شيء ثاني يعود عندنا تيسر الوقت شوي. هون نزيدوا شوي من الكريم السائله عقب ذاك يحرك شوي شوي ومن فم يتنزاد له العسل هو. هون اخترنا نقبضوا هذا يعني المول الكبير باش يتيسع فيه ويطيب مولي طياب ما يتعجن في نفس الوقت ما يتهرس. نقبضوا لاكريم كراميل السائلة حاولوا نخطوا هذا نبت نزيدوا دريك العسل حتى هو نفس الشيء. نحاولوا نديروه لا في لاصوص لانه مازال يشرب منها ومازالت لي تختار هاي الصلصه وعقب ذاك نعزلوها وحدها ولا ندريسوها معه. يعني هذا الطبق وهي الطريقه تقدروا مولي تعدلوها بالكوكلي ديال بولي تقدروا تعدلوها يعني الحم اللي في نفس الشيء. حركوا هذا نبت وعقب ذاك اللي نغطوها خلوها تقريبا قدر شوي ومن فم اللي ندخلوها الفران. يا غساق من ندخلها الفران لابد ان يزيد معها شوي من البصل خلوه يتريدوا شوي باش نتباركوا احنا مع تحضير الطبق الثاني اللي هو متكون من التيرين ديال
حتى كنا ذنبت نجيبو ترين ديال الليجيم اللي هو متكون كيف نقولوا حنا الطورطية. ذنبت نقبضوا المقلات ديالنا واللي نسيو فيها يعني هاي الليجيم كامل اللي عندي. بالنسبة للليجيم اخترنا احنا الكاروت واخترنا ملي الكورجيت، اخترنا احنا هاي مكونات كاملة. تقدموا ملي تضيفوا انتم شي ثاني كيف نقولوا للشوبلون البروكلي، يعني عندكم انواع من الخضار تقدوا تضيفوها. وبالنسبة لهذا الطبق اللي يمر كيف نقولوا احنا الطورتية، يعني اللي يمشي في المول ديالو واللي يتميكس مع البيض وعقب ذاك ان شاء الله اللي يدخل حتى هو الفران. يعني اخترنا لكم هاو اليوم هاو الاطباق اللي تمشي في الفرن، نتمنى ان شاء الله عنها سهله وتقدر تنال اعجابكم باذن الله. هون نديروا شويه ديال زيت الزيتون وزيت المائدة مملي حتى هو باش نسيو فيه هذا البولي. يعني عندي هون الفيلي ديال البولي قبضناه وقطعناه تقطع بتيدي، نديروا شوي الويل دو طابل وخليها باش نسيي فيها دي اللي جيم الثاني اللي عندي. احسن شيء نسيي فيه هو الفلفله الحمراء والخضراء وهذه الصفراء. بالنسبه للبيض اللي يحتاجه بطريقه الحال هو اللي يجمع لي لافارس كامله. هون اللي نقبض بسم الله نبداو بعد بالبولي. نختارنا اليوم البولي لانه يطيب طياب بالعجله وفي نفس الوقت لانه الخضراء عندي هون مسلوقه كامله ماني نخطيها في الزيت مباشره اللي نخلطها مع البيض. الا منين يتسيى هذا نخلطه كامل في الباصين تجتمع يعني مكونات كامله وعقب ذاك ان شاء الله اللي نديرها في المول. بالنسبه للدجاج كي قلت لكم طيابه يطيب بالعجله ماهو كيف اللحم خاصو يفوت شي. نعزلوا مولي فلفله هون قدر من هون، نديروا شوي فلفله الصفراء حتى هي تسيه شوي معاهم، فلفله الحمراء مولي وعقب ذاك نحاول يعني ندلل عليها شوي من الملح والابزار. تخلط كاملة. بالنسبة للبلا الثاني أو تقريبا يعني عاد تجتمع هذيك لاكريم، ندير شوي من سكنجبير شوي من الثوم لنقبض ندير معاه شوي من البصلة اللي بقات وعقب ذاك كيف تلاحظوا معنا يعني ضرك نزيدوا مع هذه البصلة اللي هون وندخلوا الفران. بالنسبة للفران هو اللي كمل طيابه فيه. هون عندي لاصوص يعني ما نحتاج نغطيها ذاك اللي نقبض نديرو في الفران. بسم الله نفتحوا الفران وندخلوا بالشور كيف تحب. بسم الله بالنسبة للطبق الثاني حاولوا نقربوا شوي هون نقصوا تحت النار كيف تاك وذاك اللي يتمو نوجدوا المكونات الثانية. عندي الدراب هون البيض قدر تقريبا على حساب الكمية يعني نشوف باش تجمع لي لا حركوا البيض هون باش تجتمع لي المكونات كامله لانه الا نقصت في البيض قد ما تجتمع الخضره كامله. من الاحسن عني نقبض كميه اللي هي تعود متوازنه وفي نفس الوقت تعود قابضه ذاك كامل. حاولوا نحركوا الزنبت حاولوا نقلبوا البولي كيف تاك
درنا معاه يعني لي زيبيس، درنا معاه الملح والابزار. يعني كيف تشوفوا كيف عدنا نوجدوا الطورطية، ولكن درناها احنا بطريقة ثانية اللي هي تسمى تيرين. خلط كاملة. إلا بغيت أنا نزيد المكونات الثانية مولي، يعني ما تخسرش، كيف جلبانة، كيف يعني كيف قلت لكم قبيل بالشو البروكلي مولي، حتى هو ناخذوا باصين كبيرة هي اللي نتحكموا فيها في ذا كامل. نحاول نصب فيها هذا البيض، وعقب ذاك ان شاء الله يتم نديروا فيها المساي شوي بشوي. تحرك هذه كامله. بالنسبه للبولي يعني طيابه هين درك، لان نطرحوا المكونات الثانيه شوي بشوي. نقبضوا سباتيل ثانيه، حدنا حركنا يعني البيض يحرك كامل درك، لين تمو نطرح الخضره اللي عندي هون. عندي هون بوم دو تير والنافي، نحاولوا ملي نقبضوا الكاروت ملي حتى هو، يعني نحاولوا نديروا هاي المكونات كامله اللي عندي. نزيدوا شوي بطاطا، درنا بطاطا والنافي والكاروت هاو كاملين سلقناهم. عندي هون النافي حتى هو، نحاول نخلط المكونات كاملة. إلا شفنا عند الكمية مزالت البيض غالب على الخضرة، نحاول مولي نزيدها، بما أنه عندي مولي البولي هو والفلفلة، يعني بزيت اللي نزيد عليهم هم، ونحركوا هالمكونات كاملة. يعني تستوى الخضرة كاملة هون، وعقب ذاك باش نديروها في المول. بالنسبة للبولي هو والفلفلة حتى هما انا خلطوهم مع هادو كاملين، ولين ميكسو هالمكونات كامله كتاك. يعني تخلط كامله، لانه ما يصالح نديروها كامله لعل يعود اللحم في زر والخضره في زر، خاص كل شيء يخلط، لانه في التالي منين نعود لي ندريسي الطبق يعود كامل مجموع. هون نزيدوا شويه من السكنجبير، ونزيد معاه هذه اللوبيا هون، نحاول نزيد منها قدر، ونشوف مولي على حساب المول. تحركوا كامل ذنبت. بالنسبة للمول لابد لي كيف قلت لكم ندهنه بالزبدة، لأنه إلى عاد المول ما فيه بابي سيلفيريزي، لابد ندهنه بالزبدة باش ما تلصق لافارس كاملة فيه. تحرك كاملة كيف تاك، يعني نجانس الخليط كامل، وعقب ذاك نشو صابينه في المول. يعني هاي الطريقة تقدروا انتم تعدلوا منها، سواء من مكونات تشونجوهم، سواء هما اللي كذلك ديروا مكونات ثانية. نقبضوا الزبدة ونحاولوا نقبضوا هذا المول وندهنه كامل على حواشيه من هون، وفي نفس الوقت هما اللي في الركن من هون كذلك والتحت. يعني هون ما نحتاج نغطوه باش يدخل الفران، لين نخلوه بذي الصفه، ولين نسموه شوي من التحت سابق نديرو هذا الخضره، نديرو هما اللي سكنجبير شوي، ندهنو مزيان كيف تاك. ودرك
اللي نتبالكوا باش نصبوا هاي الخضره اللي هون. عندي هون سكنجبير، نوزعوا هون على المحيط ديال المول، ودرك اللي نصبوا عليه هذه الليقيم. الى عاد عندي مولي فرماج وبغيت نضيفه يعني ما تخسرش، المهم لا عن هاي لاصوص كامله تنكبهم. بسم الله تهب. يعني نخوه كامل. نحاولوا نستووه ذنب تبدي الصيفه، ونخلطوا اللوبيا هون، نحاولوا نوزعوها كيف قلت لكم. الا بغيتوا تخلطوا مع الفرماج، ومن يجي مع الفرماج يدخل الفران اللي يتسوفل يعني يدوبل الحجم ديالو هون، وتعود كيف سوفلي. خلطت الدنيا كامله هاك، درك نديروا شويه من الابزار، وشويه من السكنجبير درناه من الفوق، نديرو هما اللي درناه من تحت، درك نديرو منه شويه الفوق. الصفر يعني هون مشاهدينا الكرام كيف تهاك، هذا هو الشكل اللي يبقى يستوى مزيان كيف تهاك، كيف لعتلين عدى الكيك ولا عدى الطورطية، وذاكرين دخلوا فران. خلوكم معنا مشاهدينا الكرام، ما تشوفوا بعيد، نتقابل ان شاء الله عقب الفاصل. مرحبا بكم مره ثانيه مشاهدينا الكرام، درك جبنا معنا الشكل النهائي ديال الاطباق اللي عدلنا في هذه الحلقه. بالنسبه للطبق الاول عدلنا الكويس ديال الكنا، الطبق الثاني كيف شفتوا معنا وجدنا التيران ديال الخضره. بالنسبه للطبق الاول الرئيسي هو يعني الكويس ديال الكنا، وجدنا معاه كيف شفتوا خاصو يمشي معسل، لاصوص ديالو تعسل اللي درنا معاها طيط الحال شامبينيو، درنا معاها لي زيشالوط البصل ذاك النوع منه الصغير كيف هذا، وطلع لنا لاصوص ديالو عزلناه سيباري معسل. بالنسبه له هو يعني حمرناه شويه في الفران كي شفتوا معنا، وجدنا قبضنا ذاك المول ديالو منين طاب معاه طيط الحال، درنا العسل ودرنا معاه مولي الكريم كراميل السائله، ودرنا معاه شويه من الماء، وعقب ذاك درنا معاه كذلك لا كريم فريش. منين دخلنا يعني خليناه يطيب على البوطين ينطاب، من فم درناه الفران. هذا هو الشكل النهائي، تحمر من الفوق ولاصوص عزلناها سيباري. بالنسبه للتيرين ديال الخضره وجدناها كيف الطوطيه، يعني طريقتها سهله ما يتكلف ياسر. بعد منين نعود نعدل الطوطيه تعرفوا عندنا نقبضوا نقلوا البطاطا ولا كاين اللي يخليها مسلوقه، حنا اخترنا يعني نجمعوها كامله ميكست بيناتها، نديروا الكاروت ونديروا النافي بون دو تيغ حتى هي، درنا مولي معاها الدجاج، وعقب ذاك مني كلها انسلقت وحدها سينا الفلفله الحمراء والفلفله الخضراء والصفراء، درناهم في المقلين نقلاو، قلينا معاهم الدجاج، وعقب ذاك خلطنا المكونات كامله مع البيض، البيض بطبيعه الحال دربناه. منكم ممكن يعني ديروا اضافه ثانيه، حد باغي يدير طورطيه ولا شيء يقبض الحليب ويخلطوا مع ذاك البيض، لانه منين يخلط البيض والحليب عقب ذاك منين يدخل الفران يعني ما تنحرق، تبقى دائما في ذاك لافورم ديالها، وفي نفس الوقت دائما قابضه الشكل ديالها الذهبي. هون درنا احنا الطريقه الثانيه اللي هي التورطيه اللي بالخضره، اعطتنا ذا الشكل النهائي ديالها عقب منين مرقناها من الفران طيبناها في المول. غادي نعطيكم نصيحه، عند منين طيبوا كيف هذه الوصفه اقبضوا الطاوه وديروا عليها ذاك المول، وفي نفس الوقت صبوا عليه شي من الماء كيف اللي عندنا نديروا كريم كراميل باش تطيب طياب زين، وفي نفس الوقت ما تنحرق في الجناب. يعني هذا الطبق اللي عدلنا اليوم نتمناه يعود نال اعجابكم، ونتمناكم ملي عندكم تجربوه وتشوفوه وتحكموا بروسكم شهيه طيبه، ونلتقاو ملي في اطباق جديده وفي حلقه جديده ملي. مرحبا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام.